كبير وطفرة. الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا جدا، لانه النهارده الحلقه دي عنوانها دايما هو التقدم في الطب ازاي بيفيد. عالم الاشعه التداخليه يا جماعه عالم انا بعتقد انه من المسؤوليات الاساسيه لاي ثقافه طبيه موجوده في الاعلام، الاعلام الجيد، هو انه يرشد الناس او يفهمهم يعني ايه اشعه تداخليه. من ضمن الجهود الهامه جدا في تثقيف دلوقتي ان انا اعرف الناس قد ايه هذه المنطقه الهامه جدا في التكنولوجيا في التقدم العلمي بتفيد الانسان في عديد من الامراض. البروستاتا واحده من المشكلات المشهوره جدا في المجتمع العالمي، مصري بره مصر، في العرب، يعني هنسال اكيد ضيفي يعني هل البروستاتا اكتر في الوطن العربي مشاكلها ولا بره؟ لكن في واحنا بنتكلم على البروستاتا لازم تعرفوا تشريحيا البروستاتا غامضه عند كتير من الناس، هي موجوده في الرجاله بس مش موجوده في الستات. مكانها زي ما بيقولوا مكان استراتيجي، فوقها المثانه بيمر من خلالها القناه البوليه اليوريثرا، وبعدين يعني لو تضخمت او حصل فيها كبر في الحجم هتعمل مشاكل في التبول. لو ثبتنا الصوره، لو رجعنا الفيديو وثبتنا الصورة الأخيرة، فوقيها المثانة على طول. المثانة بشكلها دي لو تضخمت البروستاتا هتعمل استثارة للمثانة، الإنسان هيبقى عنده مشاكل في التبول كتيرة. لو تضخمت أكتر هتعمل مشاكل في التبول، هتخلي الواحد ما يعرفش يتبول. طبعا كلاسيكيا كده لازم تعرفوا إن في أكلات تحب البروستاتا وأكلات تكره البروستاتا. يعني بسرعة شديدة، الشاي الأخضر والطماطم والبروكلي وفول الصويا يحبوا البروستاتا، وكمان الحاجات الخضروات، كل الخضروات وعصير الرمان. في اكلات بقى ما بتحبش البروستاتا، هختم لكم بيها الحاجات اللي ما بتحبش. يعني ايه ما بتحبش البروستاتا؟ يعني مرضى البروستاتا او ناس اللي فوق سن 45 46 اللي عندهم تاريخ عائلي بمشاكل في البروستاتا يتجنبوا الاكلات اللي هنقولها في اخر الحلقه. لكن زي ما قلت لكم النهارده يوم علم من طراز رفيع جدا جدا جدا، مسؤوليه كبيره وشرف كبير لينا ان يكون ضيفنا واحد من رواد عالم الاشعه التداخليه وواحد من الاسماء الاكثر براعه في هذا المجال. وانا عارف ان احنا هنستمتع النهارده بحوار اكستراوردينري مع ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور اسامه حته، استاذ الاشعه التداخليه بكليه الطب جامعه عين شمس، والسكرتير عام الجمعيه المصريه للاشعه التداخليه، عضو الجمعيه الاوروبيه للاشعه التداخليه والجمعيه الامريكيه كذلك، واللجنه العلميه للجمعيه العربيه للاشعه التداخليه الاسم الكبير. منورني وسعيد جدا بهذه الزياره الممتعه حضرتك. انا قلت البروستاتا دي حاجه في مزنق. بشكر حضرتك على المقدمه الوافيه علميا وعلى الثناء والاطراء. ربنا يخليك ده شرف لينا ان انت بتقبل دعوتنا، ان واحد من رواد عالم الاشعه التداخليه في العالم العربي كله يكون معانا، ده شيء كبير يعني. هبدا بان عنواننا النهارده هو حكايات ناس، فحكايات ناس هبدا بالحكايه الاولى، وكلهم من خلال صفحاتك، بعضهم من خلال صفحاتنا في البرنامج، لكن 90% من خلال صفحتك انت. السؤال الاولاني دكتور اسامه، انا شفت حضرتك بتتكلم عن علاج البروستاتا بالاشعه التداخليه، انا عندي 65 سنه بقالي 5 سنين ماشي على علاج البروستاتا بس ما فيش تحسن في الاعراض، هل ممكن العلاج بالقسطره يفيد في حالتي؟ طبعا زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه، تضخم البروستاتا الحميد ده مرض شائع جدا، احنا بنقول عليه ده مرض من امراض يعني تقدم السن، بنعتبره عند الرجاله زي الشعر الابيض كده، الشعر بيبيض، وفي عوامل السن من ضمن عوامل تقدم السن او مظاهر تقدم السن تضخم البروستاتا.
اللي بيعمل مشاكل كبيره جدا لما البروستاتا تتضخم زي ما حضرتك تفضلت، تضغط على قناه مجرى البول. الشخص بقى او المريض بيجد صعوبه في التبول، بيروح التواليت كتير، بيروح التواليت وبيفضيش كويس، يرجع ويروح تاني، فبتتحول لمشكله اجتماعيه، وخاصه لو كان هذا المريض من ذوي المهن اللي هي فيها اجتماعات طويله او بيقعد فترات طويله في اجتماعات بتعوقه عن ممارسه عمل. من هنا جه دور الاشعه التدخليه في علاج البروستاتا كواحده من اهم الامراض عند الرجال، بنقول ممكن من 60 سنه واحنا طالعين. السؤال ده عايز مهم جدا لحضرتك تفضلت دلوقتي وسالته، ده من واقع اسئله الجمهور يعني المرضى، فين مكان الاشعه التدخليه في علاج تضخم البروستاتا الحميد؟ المريض ده خد علاج دوائي لمده سنتين والعلاج الدوائي فشل ان هو يسيطر على اعراض تضخم البروستاتا. هنا بيجي دور الاشعه التدخليه، بمعنى ان احنا عندنا العلاج الدوائي زمايلنا دكاتره المسالك البوليه، المريض الاول بيجرب العلاج الدوائي بالادويه والاقراص اللي هي منها انواع كتيره جدا ودرجات من الادويه. على الناحيه الثانيه او على الذراع الثاني في الجراحات، سواء جراحات عمليات جراحيه فتح جراحي او المناظير، مناظير المسالك البوليه. دور الاشعه التدخليه بيجي ما بين هذين الذراعين، بمعنى لو المريض خد علاج دوائي لفتره والاعراض ما بتتحسنش، بيخش الحمام كتير، بيقوم بالليل بيتبول، يخش الحمام وبيرجع ما يحس انه مفضاش كويس ويرجع تاني، اللي بنقول عليه الارجنسي او الالحاح. لو كل الاعراض دي ما بتحسنش بالادويه، هنا بيجي دور الاشعه التدخليه. فالاجابه طبعا ان هو طالما بعد فتره سنتين، دي فتره كفايه جدا ان احنا نحكم هل العلاج الدوائي قدر يسيطر على الاعراض ونجح ولا لا. لو ما نجحش بيجي دور الاشعه التدخليه كوسيله اقل تدخلا من الجراحه والمناظير الجراحيه. ده معناه كده انه احنا بنميل الى انه في مرحله ما نعمل اشعه تدخليه. زي ما بقول لحضرتك، لو العلاج الدوائي احنا بنبتدي دايما، دي القاعده في الطب عموما يا دكتور ايمن، ان احنا بنبتدي بالوسائل السلميه، فالاكثر فالاقل تدخلا فالاكثر تدخلا. بعد العلاج الدوائي والاقراص بنبتدي نخش في الاشعه التدخليه اللي تعتبر مينيمال انفيزيف او اقل تدخلا، قبل ما نلجا للمناظير او العمليات الجراحيه. الاشعه التدخليه استبدلت نسبه كبيره جدا وقطاع كبير جدا من المرضى كانوا يعملوا عمليات بنعالجهم بالاشعه التدخليه. السؤال الثاني بيسالك، كنت عايز اعرف ازاي حقن البروستاتا عن طريق القسطره، ازاي بيتعمل وهل بيوصلوا للبروستاتا بسهوله ولا بصعوبه؟ بعض الناس عندهم فهم للتشريح، وهل في جزء بيستأصل منها ولا لا؟ ده سؤال واقعي، المرضى دايما بيسالوني السؤال ده. احنا ببساطه العلاج البروستاتا بالاشعه التدخليه هو عباره عن قسطره، وزي ما قلنا قبل كده دايما اي قسطره في الجسم او نوصل لشريان الجسم من البوابه الرئيسيه للدخول لاي شريان من الجسم اللي هو الفخذ الايمن، القسطره دي انبوبه بلاستيكيه دقيقه وتراها حوالي 2 مللي تقريبا، بتدخل من الفخذ الايمن تحت بنج موضعي من غير اي فتحات جراحيه، بنوجهها على جهاز تدي سكه للبول انه يعدي في مساره الطبيعي، وبالتالي هو ده اللي بيخلي كل الاعراض اندفاع البول، الارجنسي او الالحاح في دخول التواليت، ان هو المريض يفضي بول كويس، ما يبقاش فيه بول متبقي، ما يحصلش التهابات، كل الدايره دي بتتقطع اول ما البول بيعدي في مساره الطبيعي. السؤال الجاي ده سؤال يعني برضو حلو ومنطقي وما طلعش الا من مريض، يعني مش عمري ما كنت اساله لك لوحدي. هل بعد علاج البروستاتا عن طريق القسطره، هل البروستاتا
بتختفي، هو حته بتختفي دي غريبه، لكن هل وظيفتها بقى شو، هل وظيفتها بتتاثر؟ ده سؤال حلو. الحته هل وظيفتها بتتاثر، ده سؤال دارج يا دكتور ايمن. طبعا حضرتك عندك حق، ده اللي دايما السؤال دايما بس بتساله. طب هو احنا البروستاتا ازاي بتروح فين؟ طب احنا ما يعني في الاشعه التداخليه احنا ما بنفتحش وما بنستأصلش، فازاي النسيج البروستاتا ازاي هيقل، والنسيج اللي هيقل ده هيروح فين، وهل البروستاتا هتختفي بيبقى المريض ما عندوش بروستاتا وده مرتبط بذهن الرجال ان هيتبقى فيه مشكله؟ لا طبعا، الاجابه ان هو احنا بنقلل الدوره الدمويه بتاع البروستاتا، بتقل الشعيرات الدمويه المغذيه لانسجه البروستاتا بتظل موجوده، وبالتالي البروستاتا تتضاءل ولا تتلاشى، فحجم البروستاتا هيقل هتكش تدريجيا، يعني لما يقل التغذية الدموية حجمها يصغر زي بالعضلات، واحد بيحرك العضلات مثلا ما تشبه كتير العضلة بتاعته تكبر ما بتتحركش يحصل لها زي ضمور، فده اللي احنا عايزينه، حجم البروستاتا هيصغر ولكن البروستاتا لا تختفي ولا تتلاشى، نسيجها هيبقى موجود، وظيفتها تبقى موجود، ودي احد مميزات الاشعة التداخلية، احنا ما بنأثرش على وظيفة البروستاتا نهائي، احنا بس عايزين نقلل حجمها اللي هو ضاغط على قناة مجرى البول اللي هو عامل لنا كل المشاكل، لكن هي تبقى موجودة تكاد تصل الى الحجم الطبيعي او الحجم الذي لا يؤثر على عادات التبول عند المريض. السؤال القادم سؤال مهم جدا، واحد بيقول انا عندي احتباس مزمن في البول، مركب قسطرة بقالي شهرين، عنده ضعف في عضلة القلب، مش عارف يعمل عملية استئصال البروستاتا. ده سؤال يعني دقيق ومهم جدا جدا دكتور ايمن، لان ده سيناريو مكرر وده بنشوفه، وده انا بعتبر ان دي من نوافذ الشفاء اللي فتحتها الأشعة التداخلية في علاج البروستاتا دون سواها. اللي بيحصل ايه، يعني زي ما نكون بنحكي قصة، مريض عنده 70-80 سنة او whatever، عنده تضخم في البروستاتا، التضخم ده ضغط على قناة مجرى البول ووصل الى اقصى درجة ان هو قفل قناة مجرى البول، وبالتالي حصل اللي احنا بنسميه احتباس بولي، المريض مش قادر يتبول، ودي بتبقى المريض بيجري على الطوارئ المستشفى بيركبوا له قسطرة بول عشان يصرف البول اللي موجود ده، البول بيتصرف والقسطرة بتبقى موجودة، بعد ما البول بيتصرف بعدها بشوية المريض بيحاول يشيل القسطرة ويتبول طبيعي، يحصل الانسداد مرة تانية لأن التضخم موجود والضغط موجود، وهكذا يكرر الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة، ما يقدرش تكون النتيجة ان المريض يخلي قسطرة البول على طول، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، مشكلة ان المريض هيفضل بقسطرة بول، تخيل حضرتك المريض بقسطرة بول على طول، ناهيك عن ان قسطرة البول دي حضرتك المثانة ومجرى البول في حاجة خرطوم موصله على بره على الشارع، فبيبقى عرضة للالتهابات المتكررة في المثانة والمسالك البولية، فمشكلة كبيرة الحالة دي. السؤال اللي حضرتك بتسأله لي، طيب المريض في الحالة دي ايه الحل عشان يستغنى عن القسطرة؟ لازم البول يعود الى مجراه الطبيعي عشان يتبول بدون قسطرة، هو عنده ضعف في عضلة القلب ومش قادر يتبنج، فمش هيقدر يعمل جراحة، مش هيقدر يعمل مناظير جراحية، فالمريض ده قبل ظهور علاج البروستاتا بالأشعة التداخلية كان مريض ليس له حل، هيتحكم عليه انه يفضل طول عمره مقضي حياته بالقسطرة، لحد ما جت الأشعة التداخلية، المريض ده احنا بنعمل له حقن، بنقفل شريان البروستاتا، وبعد شهر نبتدي نشيل القسطرة، لأن ندي فرصة شهر عشان البروستاتا تكون صغرت، نشيل القسطرة ويتبول المريض طبيعي، ودي زي ما بقول لحضرتك دي نافذة كبيرة جدا فتحتها الأشعة التداخلية في علاج المرضى دول. السؤال اللي جاي سؤال برضو شيك قوي
واللي قايله عنده خبرة علمية. يعني بيقول أنا عايز أعرف أنت بتتابع حضرتك إزاي البروستاتا بعد الحقن عن طريق القسطرة ومعدل اللي بتصغر بيه؟ إحنا بعد قبل ما بنعمل المريض حقن البروستاتا بنسأله عن الأعراض اللي بيشتكي منها. الأعراض دي زي ما قلت لحضرتك بتبقى نتيجة الانسداد أو نتيجة الالتهابات في مجموعة من الأعراض. وبنعمل للعيان زي سكور كده للأعراض اللي عنده دي. بعد ما بنعمل الحقن بشهر بنبتدي نتابع المريض. الحقيقة أهم حاجة في متابعة مريض تضخم البروستاتا الحميد بعد الحقن أو حتى بعد العمليات أعراض اللي عند المريض. إحنا مفروض علميا وكلاسيكيا بنعمل السكور ده اللي هو الاي بي بي اس اس قبل الحقن وبعده ونشوف السكور قبله وبعد. انا ببساطه بسال المريض يعني بالبلدي كده زي ما بنقول بعد الحقن بشهر الاعراض اللي كانت عندك قبل الحقن تفتكر تديها كام من 10 دلوقتي؟ يعني لو الاعراض قبل الحقن كانت 10 من 10 بعد الحقن بقت كام؟ 5 6 4 3 وهو المريض بنفسه اللي يحكم. 1 من 10 مثلا بالضبط. الحقيقة الحمد لله وده بعد شهر نسبة كبيرة جدا بتصل يعني مش عايز أقول 98% من المرضى يبتدي بيحس يعني بتحسن رهيب وملحوظ ورائع في عادات التبول والمشاكل اللي كان بيعمل. أهم سؤالين بسأله سؤالين إن دول أسئلة غير قابلة للتفكير. كان بيقوم كم مرة بالليل ودلوقتي بيقوم كم مرة؟ الإلحاح في دخول الحمام قد إيه؟ دول سؤالين دقيقين جدا. فبالتالي إحنا بنتابع من شكوى المريض ومدى تحسنها. طيب البروستاتا بتقل حجمها؟ أيوه بتقل حجمها. بعد شهر بتقل حجمها حوالي 50% وتستمر في النزول في الحجم بعد كده. بنتابع ازاي المريض؟ بشوفه بالموجات الصوتيه او بالرنين المغناطيسي زي ما احنا شايفين على الشاشه. لو بصينا الصوره مقسومه 2، البروستاتا اللي على الشمال دي بروستاتا كبيره في الرنين المغناطيسي قبل الحقن، ولو بصينا على اليمين حجمها صغير جدا بعد شهر من الحقن. ده يعني الرنين المغناطيسي بيوصف لنا بالظبط زي ما انتم شايفين البروستاتا اللي لونها رمادي بيبين ديتيلز وتفاصيل بين لو طبعا الموجات الصوتيه برضو احنا بنقدر نقيس حجم البروستاتا وبنعرف عندنا بيز لاين او البروستاتا كان كام حجمها او وزنها ودلوقتي كام. السؤال الجاي بقى يعني سؤال عن حاجه تانية وسؤال مهم جدا. بيسال هو مدرس عنده 30 سنة مدرسين حط تحتيها خط طبعا، كان عنده دوالي في الخصيتين مسببة له تأخر في الإنجاب. بيسأل هل أشعة تداخلية لها دور في علاج دوالي الخصيتين؟ سؤال خلاص قفلنا على البروستاتا ورحنا، وخصوصا أنه عايز ينجب و30 سنة. ده مجموعة أخرى من المرضى في إيج جروب تاني أو في سن تاني أصغر للشباب اللي هم اللي بيعاني من دوالي الخصية، وده برضو مرض شائع عند نسبة كبيرة جدا من الرجالة. وده مشكلته إن هو بيأثر على الإنجاب أو بيأثر على تصنيع الحيوانات المنوية عند الرجال. ببساطة دوالي الخصية دي عبارة عن إيه عشان المشاهدين برضو يبقوا عارفين؟ دي الخصية بيبقى حواليها مجموعة من الأوردة. مجموعة الأوردة دي ليها أحجام معينة فيها صمامات هذه الأوردة. لو حصل مشكلة ما في الصمامات بتاعت الأوردة دي هيبتدي الأوردة دي تتضخم، يبتدي الدم يتراكم فيها. الدم ده يعني ارتفاع درجة الحرارة حول الخصية، وده يصبح الجو والمناخ غير مناسب لتصنيع حيوانات منوية كفء. فبالتالي تبتدي الحيوانات المنوية إما تصنع بأعداد أقل أو تصنع بصورة غير كفء لا تؤهل الحيوان المنوي أنه يعمل الإخصاب ويحصل الحمل. فبالتالي يحصل تأخر الحمل. كمان المرضى دول بيبقى عندهم وجع أو ألم في حوالين الخصية.
السؤال اللي مع حضرتك ده مدرس طبعا، ده عشان يعني بيوقف كتير، الوقوف بيساعد على ان الجاذبية الأرضية بتخلي الدم بيتراكم في الجزء الأسفل من الجسم. عندنا حاجة في الطب مهمة جدا اسمها hazard of occupation، بالظبط مشاكل الشغلانة، بالظبط هو عنده استعداد وعنده دوالي ووظيفته بتزودها. الأشعة التداخلية تساعد قولا واحدا، أشعة تداخلية ليها دور كبير جدا في علاج الخصة، هي النتائج بتاعتها زي الجراحة، مع مع ان احنا ما عندناش فتحات، ما عندناش اي جروح، المريض زي ما بيروح على طول. طبعا تنفع. الناس اللي بتقف كتير منهم مدرسين، الباربر شوب اللي بيشتغل في الكوافيرات، أيوة. كل دول لازم يشتغلوا وهو واقف. دول لو هو عنده عرضة للدوالي، دوالي الساقين او دوالي الخصية، لو هو من هذه المجموعة من الناس، الوظائف دي بتساعد على ظهور هذه الأمراض أو بتخليها تزيد وتتفاقم. اللي بيضطرهم شغلهم إنهم يقفوا لفترات. بالظبط كده. ده دي في الطب مهمة جدا. السؤال الجاي عنده سؤال بالنسبة لدوال الخصيتين، إزاي بيوصل؟ هو دايما على فكرة السؤال ده كلاسيكي قوي. سأل على البروستاتا برضو هنا سؤال. الأسئلة دي دكتور أيمن، علشان الأشعة التداخلية يعتبر إلى حد كبير فرع حديث، والتدخلات دي حديثة، فبرضو إحنا محتاجين، وده دور الحلقات اللي إحنا بنعملها، المرضى يعرفوا إزاي، لأن هي تبدو غريبة إزاي. الأغرب بقى من كده إن الإجابة دي هتبقى غريبة جدا للمرضى، هو يوصل إزاي إحنا الخصية. الأغرب إن إحنا في أغلب المرضى بنخش من وريد الرقبة، دي تخلي الموضوع يبقى أغرب وأغرب. في نقطة في السؤال المحاكاة دي مقلقة الكثير من المرضى، تعالوا نسمعه مع بعض. دكتور، أنا عمري 55 سنة وعندي تضخم في البروستاتا عامل لي احتباس في البول، فركبت قسطرة بولية علشان الاحتباس ده، هل ممكن نعالج تضخم البروستاتا ده بالأشعة التداخلية بدل المناظير والجراحة عشان أقدر أشيل القسطرة؟ ده سؤال حلو. ده سؤال زي ما احنا بنقول أشعة تداخلية قولا واحدا هي الحل الأمثل للمرضى دول دكتور أيمن، ولا سيما ان بروستاتا ضخم البروستاتا الحميد ده مرض السن الكبير، اللي هم في كتير من الأحيان بيبقى فيه مشاكل في عضلة القلب، مشاكل في الضغط، دي بتتعارض مع العمليات الجراحية، وبالتالي الأشعة التداخلية بتوجد حل ليهم. برضو في نقطة تاني، احنا كتير من المرضى حتى لو كانوا يعني عندهمش مشكلة في التخدير بيحب يتفادى العمليات الجراحية، أو قبل ما يلجأ العمليات الجراحية بيتجه للوسيلة الأكثر سلمية، ولا سيما ان احنا يعني ساعات في بعض الأحيان في العمليات الجراحية بيحصل ما يسمى بالقصف المرتجع، ان المريض بدل القصف ما يبقى الخارج بيبقى داخل المثانة، او في بعض نسبة من المرضى بيحصل عدم تحكم في البول، والحقيقة دي في الأشعة التداخلية مش عندنا خالص، لان احنا ما بنجيش ناحية الحتة دي، احنا بنوصل لشرايين البروستاتا كلها، للبروستاتا من خلال الشرايين بتاعتها من الفخذ، ما بنجيش عند منطقة عنق المثانة والأعصاب والتحكم في البول، كل ده احنا ملناش علاقة بيه. فطبعا ده الحل الأمثل أشعة تداخلية. الكيس اللي جاية في حتة تانية بقى، المحطة الثالثة. واحد بعت قال ان هو عنده 45 سنة، بيقول عنده انسداد نتيجة ضيق في الجانب الأيمن، في الحالب الأيمن، في الحالب الأيمن. المسالك قالوا له هنركب لك دعامة بالمنظار، لكن ما نفعتش انه ممكن يركب دعامة، انه هيعمل بالمنظار يعني. فبيسال هل ممكن نركب الدعامه دي بالاشعه التداخليه، باسلوب الاشعه التداخليه بالقسطره؟ اي ده طبعا ده ممكن نركبه، دي ده سيناريو برضو مكرر دكتور ايمن. ساعات زمايلنا دكاتره المسالك بيخش يركب بدعامه الحالب بالمنظار، الانسداد بيكون عنيف او شديد شويه لو نتيجه اي سبب من الاسباب، أورام دي، إنه في أكلات تخوف البروستاتا. مش أنا قلت في الأول إنها أكلات اللي ضد البروستاتا. ضد البروستاتا بقى. اللحمة الحمراء ضد البروستاتا، عشان الناس اللي بتحب اللحمة الحمراء.
الحاجة التانية كمان الحليب ده في ناس كتير بتقول انه ضد البروستاتا، ما يكتروش منه يعني. الجبنة اللي فيها دهون مشبعة دي ضد البروستاتا. فالتلات حاجات دول هم اللي قالوا البروستاتا. طبعا ضيف العزيز المبدع دائما الاستاذ دكتور اسامة حتة، استاذ الاشعة التداخلية بكل الطب جامعة عين شمس، وسكرتير عام الجمعية المصرية للاشعة التداخلية، وعضو الجمعية الاوروبية للاشعة التداخلية، والجمعية الامريكية للاشعة التداخلية، وعضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للاشعة التداخلية. كان ضيفي مبدعا كعادته في الناس الحلوة. تبقى الاشعة التداخلية واحدة من اركان الثقافة الطبية الهامة جدا في هذا التوقيت في الناس الحلوة. هي التروما والخبطات المتكررة في الخصية، في الكورة، في الدرجات النارية، في العجل، في الرياضات، في التهزار، ممكن ناس بيهزروا مع بعض في خناقات، ممكن تؤدي إلى أزوسبرميا في يوم من الأيام. سؤال بيفرض أكيد نفسه. تخيل لو عينات من الخصية وما لقوش حيوانات منوية، اتقالوا مبررات إني خلاص يا راجل ما تحاولش تاني. المبررات كلها